العالم. امرأة أردنية ناشطة في مجال تمكين ودعم المرأة الأردنية، تم اختيارها كأفضل ناشطة عربية من ضمن 76 امرأة من حول العالم. هذا الاختيار تم حسب مجلة دبلوماتيك كورير، هاي المجلة اللي تعنى بنقدر نحكي بالمجالات السياسية وأيضا لها اهتمامات في مجال المرأة. إذن الدكتورة إيمان الحسين تم اختيارها كامرأة أردنية وأفضل امرأة أردنية على مستوى العالم بشكل عام. اهلا وسهلا فيكي. كيف حالك؟ اهلا فيك. شكرا كثير. بحب اقول انه يعني ليس كافضل امراه اردنيه ولكن كامراه اردنيه تم اختياري، لانه نعم لي دور من ضمن كبير. من ضمن افضل نعم 76 سيده، ومن ضمن 76 هناك ثلاث نساء عربيات، امراه سعوديه وامراه مغربيه. نعم. ومن عده دول ناميه ومن المانيا ومن يعني خلينا نقول لكن من الاردن. نعم. ومن الاردن انا الوحيده اللي تم اختياري. اهلا وسهلا فيكي. بدايه بنبارك لك، يعني اكيد هذا شيء جدا مهم طبعاً. إنجازاتك يمكن نقدر نقول انعكست من خلال اختيارك من أفضل 76 امرأة من حول العالم. شكرا كثير لكم، وأنا شاكرة لكم كأول قناة صراحة تستضيفني في هذا المجال، لأنه يعني بصراحة هو شيء معنوي وبكون يعني تحفيز للنساء عندما يتم هناك التقدير، وبالتالي طبعاً. هو سيدعم صراحة حافز للتواصل. نعم الأخريات، سيدعم النساء الأخريات. أكيد. أهلا وسهلا فيك دكتورة إيمان. يعني حضرتك عضو مجلس إدارة بمعهد القيادات النسائية العربية. نعم. احكينا شو دورك، إيش اللي بتقدميه بمعهد القيادات النسائية؟ صراحة أنا نائبة للرئيسة في مجال الانتخابات. في نعم. مجال إحنا عندنا طبعا هذا المعهد، في عندك مجال اللي هي التي تعنى في النساء في مستوى يعني نقل الموظفات أو في الشباب والشابات، ولكن أنا بالنسبة لي في مجال اللي هو النساء المشاركات في الحياة السياسية. نعم. فبالنسبة لي صراحة نهتم في تدريبهم وتوعية النساء على مستوى اللواتي يعني خلينا نقول عضوات في مجالس البلدية وعضوات في البرلمان، والنساء اللواتي ترشح يعني قبل الترشح ايضا يعني نعنى بهن، وبعد ايضا يتم تمكينهم بعد ان يصلوا او وصلنا الى مواقعهم ومواقعهن. خلينا نقول دائما بالنسبه لنا للنساء. نعم. خلينا نحكي انه مثلا نعمل دورات تدريبيه. التمكين ماذا نعني بالتمكين؟ توعيه وتدريب. نعم. شو التدريب يعني؟ نعم. اللي التدريب اللي هي اكسابهم مهارات. مثل اكسابهم مهارات مثل مهارات الاتصال والتواصل، مهارات القياده بشكل عام. لنقول قدرتهم على اتخاذ القرار، لانه حتى نكون واقعيين، وانا يعني وحكيتها ولسه قبل بيومين كان عندنا في دوره تدريبيه في العقبه، احدى النائبات شاركت معنا، لان يعني خلينا نقول انه اللي يعني بيخلي الواحد يكون مبسوط انه النساء حاليا اللي بوصلوا بطريق الانتخاب. نعم. مقتنعات انه هم يعني الكوتا، طبعا هم معظمهم بوصلوا على طريق الكوتا طبعا. خلينا نقول انهم عارفين انه ما زال حتى يكون دورهم دور فاعل في موقعهم بحاجه لتدريب، لانه خلينا يعني نحكي انه الفرص اللي بتساعد عمالها النساء عدد قليل من النساء اللي بوصلوا، لأنه فعلا يعني هي الأفضل تكون. نعم. وبالتالي بتشعر انها هي بحاجه انها تطور وتدرب نفسها حتى تقوم بدورها الحقيقي. صحيح. نعم. حتى صراحه بالنسبه للنساء العضوات في المجالس البلديه في دراسات، وانا من اللي قمت في دراسه ايضا مره مع اللجنه الوطنيه لشؤون المراه بناء على طلبهم، انه بقول لك انه احنا حتى بعد ما نوصل يعني احنا دورنا الحقيقي ودوركم الحقيقي يا منظمات غير حكوميه، انه بعد ما نوصل للموقع لانه احنا بحاجه لتمكين لسبب لا يعني أن الرجال كنواب أو كأعضاء مجالس بلدية هم أفضل من دورهم من دور النساء، لا، لكن لأنه عددنا محدود وبالتالي سيكون إلقاء والتركيز على دور النساء. هاي نقطة. نقطة ثانية، لأنه عددهم محدود يعني خلينا نحكي وفي عندنا الكوتا والعدد كبير بيطالب أنه بإلغاء الكوتا، وبالتالي حتى لما يكون دورهم متميز سيقتنع المجتمع أنه المرأة قادرة على تبوؤ هذه المواقع من دون الكوتا. بدون الكوتا. من نعم. دون الكوتا. وإحنا هاي اللي بنقول أنه إن شاء الله بعد دورتين خلينا نقول انه ان شاء الله النساء سيتمكننا من الفوز بدون الكوتا ان شاء الله، اكيد بدعم هدول النساء. نعم. وتمكينهم. نعم. تمكينهم. اكيد. نعم. يعني زي ما حضرتك ذكرتي يعني دكتوره انه تمكين النساء من خلال اعطائهم دورات بالمهارات. نعم. مهارات التواصل، يمكن احنا لانه شوي مجتمع ذكوري. نعم. فالنساء بتخيل انه بحاجه. نعم. انه يطلقوا هذا النوع من الدورات. نعم. حتى انها تستطيع ان تتميز ولا تقع بالاخطاء، الكل يقع بالاخطاء صراحه. صحيح. لكن القاء الضوء على خطا المراه يتضاعف بيضاعف اكثر.
نعم. والمشكله الاكبر انه احنا اللي يعني ممكن يكون انه نحن كنساء يعني الهدف منه عاده النقد، بدنا نقول انه اوكي يعني من الطبيعي ان ننتقد، لكن ان ننتقد بهدف اللي هو التقييم من اجل انه تعديل نعم اللي هي المواقف، وليس بهدف انه التشهير وانه نحن هذه تخطئ ولا تستحق ان تكون. لا، احنا بهمنا دائما انه فعلا ان نتعاون مع النساء اللواتي يعني يصلن الى مواقع مختلفه، حتى انه خلال المعهد او خلال حتى الشبكه النسائيه من اجل الديمقراطيه، نعمل ايضا مع النساء اللي هم في مواقع قياديه اصلا كرئيسات اقسام او كمديرات، لسبب على انه هي ايضا عدد كبير منهن هي نفسها تعترف تقول لك انا اصبحت ادير بالممارسه، وبالتالي هي بحاجه الى دورات تدريبيه، لانه احنا بنعرف انه عالميا وتوجه سواء الاردن او معظم الدول انه تعيين نساء في مواقع قياديه. يعني خلينا نقول انه لا تكون احيانا عمليه الاختيار ما بتكونش بوفق معايير دقيقه، او لانه هؤلاء النساء موجودات، لكن لا يعني انها هذه وصلت، يجب ان تكون تعترف. وخلينا اكون فعلا زي ما حكيت لك انه انا هذه نقطه ايجابيه للمراه الاردنيه، اصبحت الان هي نفسها تطالب ان تاخذ دورات تدريبيه وتاخذ طبعاً برامج تبعيه حتى انها تقدر، لانها بتوجد نفسها انه هي بحاجه نعم أكثر. نعم. طيب ننتقل ايضا زي ما ذكرتي قبل شوي حضرتك رئيسه الشبكه النسائيه من اجل الديمقراطيه. نعم. يعني شو ايضا شو طبيعه برضه برامج خلينا نقول لك يعني برامج توعيه وبرامج تدريب، وفي يعني برنامج عملناه كتير كان مرتب مرة إنه كان ما بين النائبات وما بين يعني خلينا نحكي رئيسات جمعيات وما بين عضوات مجالس بلدية، خلينا نقول البلدية هن ليس حاليا لسنا عضوات مجالس بلدية، وإن كنا لأنه نعرف هلا حاليا ما في عنا إلا هو بالتعيين، لكن هن عضوات كنا فاعلات و يطمحنا أن يترشحنا أيضا للمجالس البلدية. فعملنا عقدنا دورة تدريبية مع بعضهم البعض، وكان في تبادل خبرات، وأيضا خلينا نحكي أن منظمات المجتمع المدني ووجودهم مع عضوات المجالس البلدية مع النائبات تناقشوا في عدد كبير من القوانين، واستضفنا أيضا في تلك الندوة كان المهندس ماهر أبو السمن كرئيس للبلدية، وفعلا تم اقتراع عدد من المقترحات عليه أنه بالنسبة للبلديات. فإحنا عادة إيش بنعمل أنه من هو صاحب القرار اللي ممكن انهم يتحاوروا معه ونستضيفه. حلو. لانه احنا بهمنا زي ما قلنا احنا كلنا في قارب واحد، وبهمنا بالتالي عندما تتطور المرأة الأردنية وتساهم وتشارك في اتخاذ القرار، بمعنى ذلك تطور وتقدم عندنا مجتمعنا بشكل عام. كل المجتمع. نعم. المرأة. نعم. نصف المجتمع، انا بقول المرأة كل المجتمع هي. نعم. اساس المجتمع. ايضا حضرتك رئيسة الائتلاف الوطني الأردني للتعليم. نعم. احكي لنا اكثر عن نشاطاتكم بهذا المجال، قلت لي ايضا في نشاطات. نعم. قريبة. خلينا نقول انه احنا الائتلاف الوطني الأردني للتعليم هو جزء من الحملة العربية للتعليم وجزء من الحملة العالمية للتعليم. نعم. بالنسبة إليك رئيسته بالعام كم العام السابق وهذا العام أيضا، الحملة العالمية للتعليم كل سنة بيكون في عنا أسبوع يسمى أسبوع العمل العالمي، أسبوع. نعم. التعليم العالمي. أسبوع التعليم العالمي هو في هذه الفترة من 22 ل 28 أربعة، لكن خلينا نقول إنه النشاطات لا تعني أنها تقف عند في هذا الأسبوع فقط، وإنما على مدار العام. نعم مستمرة. لما نحكي عن الحملة العالمية للتعليم كل سنة بيكون هناك هدف واحد. لماذا هي الحملة العالمية أصلا للتعليم؟ من أجل أول شيء التعاون مع متخذي القرار وواضعي السياسات ومع الحكومات بحيث يتم تعديل التعليم في السياسات. والأردن وقع على اتفاقية دكار وهو جزء من الحملة العالمية للتعليم. قبل 3 سنوات كان Education One Goal Education for All، كانت في تلك الفترة رئيسة الحملة كانت الملكة رانيا. نعم. في العام السابق كان حول تعليم النساء والفتيات. وتعليم النساء والفتيات كان كتير ركزنا يعني، وأكون صريحة معك إنه وزارة التربية والتعليم تتعاون بشكل متعاونة. كبير مع نعم من خلال مدارس ومن خلال نفس الوزارة، لأنه إحنا يعني الائتلاف عبارة عن حوالي 29 منظمة مجتمع مدني ومؤسسات شبه حكومية، لا يعني أنها هي تعني يعني هدفها التعليم، ولكن كلنا يدخل التعليم في مجال عملنا، حتى منظمات تمكين المرأة التعليم في مجال عملهم. في العام السابق كان تعليم النساء والفتيات زي ما حكينا، زرنا عدد من المدارس الفتيات، طبعا ألقينا الضوء على الفجوات ووصلنا كل ويعني طبعا والتوصيات كلها وصلناها لوزارة التربية والتعليم، حاولوا تعديل طبعا تناول بعض المدارس اللي هم تعاونوا معنا. برضه أشركنا نائبة من النائبات تحدثت عن تجربتها
نعم، اللي هي خلود مراحل عن الجنوب. حلو. وحكت عن تحدثت عن ما هي المشكلات التي كانت تواجهها كطالبة وما هي المشكلات التي تواجه النساء حاليا في الأرياف أو الفتيات، وبالتالي نحن معا من أجل فعلا تعليم أفضل للفتيات. هلأ هذا العام اللي هي أنا بدي أحكي هلأ بهمنا، يعني حبيت أحكي كمقدمة حول نعم. نشاطات الائتلاف. نعم الائتلاف العالمي وإيش هدفه. هذا العام الحملة العالمية تلقي الضوء حول رعاية وتعليم الطفولة المبكرة. طبعا في هذا الأسبوع ستجدي أنه في كل الدول العالم، حوالي أكثر من 100 دولة مشاركة في الحملة العالمية في هذا الأسبوع، تكون يعني خلينا نقول نشاطاتها مكثفة، زي إحنا عندنا اليوم ونشاط من النشاطات في جامعة معان مثلا يقوم فيها شبكة أنهر مع أكاديمية التغيير، لأنه هم أعضاء في الائتلاف. أيضا في نفس الوقت جمعيات تقوم بنشاطات مختلفة. طبعا كيف بكون؟ إيش رعاية وتعليم الطفولة المبكرة؟ الطفولة المبكرة اللي هي المقصود فيها وحددتها في الحملة العالمية من 0 ل 8، منذ ولادة الطفل ولغاية 8 سنوات. لما نحكي من 0 ل 8 سنوات بمعنى آخر هو بناء الإنسان، بناء الفرد، ليس تعليميا فقط ولكن أيضا من ناحية صحية ومن ناحية بيئية. نعم. فالاهتمام بالطفولة، رعاية وتعليم الطفولة. طبعا كمان إيش رح يكون؟ هو عبارة عن القصة الكبيرة، كيف رح يعني من نشاطاتنا اللي كانت واللي نفذناها في بعض المدارس أيضا. نعم. وبعض الرياض الأطفال، وأحكي لك إشي أنا من خلال برضو طالباتي في الجامعة توجهوا لبعض رياض الأطفال وتعاونوا معاهم كيف يرسموا، إيش ماذا يعني التعليم بالنسبة للطفل، بيعطوهم الألوان يعني أقلام ملونة مع كرتون أو مع أوراق، وبعني إيش بيعني لهم التعليم، إيش بيعني لهم البيئة. حلو. نعم حلو. ويعني أو إنه البعض مثلا بالتصوير يصور منظر له علاقة بالتعليم، فالبعض مثلا لما بتلاقي كان يرسم إيش المدرسة بالنسبة له، كان كتير يرسموا في منهم مثلا الإيش الأخضر الشجرة. عرفتي؟ في منهم لسبب إنه البعض بقول لك إنه بمعنى أخذنا نستظل في محل، يعني بيعني أشياء كتير بالنسبة لهم. نعم صحيح. فإحنا عندنا هلا كالائتلاف عاملين في مركز موسى الساكت يوم الخميس الساعة 11 رح يكون عندنا احتفال، أو نقدرش نقول إنه احتفال ولكن نشاط من نشاطات فعالية. نعم فعالية يعني رح تكون تحت رعاية وزير التربية والتعليم. نعم رح يكون هناك مسرحية قامت فيها مدرسة حكومية ألفتها المدرسة والطالبات حول أهمية تعليم الطفولة المبكرة. نعم هي مدرسة الرميمين الثانوية. العام برضو شاركت في تمثيلية جدا رائعة، مرة هاي رح تكون عبارة عن مسرحية بتعكس أهمية الاهتمام برعاية وتعليم الطفولة المبكرة. نعم رح يكون عندنا عرض لمواهب للأطفال، رح يكون عندنا بعدها افتتاح لمعرض لرسومات الأطفال. نعم من 0 ل 8 سنوات. طيب. الاهتمام بهذه المرحلة، وهون احنا عندنا هي مرحلة حرجة اصلا جدا مهمة يعني. نعم. بعمر الانسان يعني. نعم. واحنا طبعا قابلنا الدكتور عيد يعني قلنا له من التوصيات، لانه اهمية الائتلاف ليس فقط من اجل يعني خلينا نقول كل الجمعيات بتعمل نشاطات، لكن من اجل القاء الضوء على الفجوات، وبالتالي انه مثلا نقول طفولة مبكرة انه احنا بحاجة لرياض الاطفال. طبعا. في التعليف التربية والتعليم بقول لك انه احنا بدأوا في سياسة اللي هي الKG2 او اللي هو المرحلة ثانية من طبعا أول إشي دائما نصطدم فيه بقول لك التمويل، لا يوجد ما يكفي من أجل نعم رياض الأطفال، لكن خلينا نقول إنه إحنا بهمنا يكون هناك إلزامية لفتح رياض الأطفال في مناطق جيوب الفقر، لأنه نعرف قديش التغذية وتزويدهم بالغذاء اللازم، توفير البيئة اللازمة، لأنه بنعرف إنه إذا بدنا يكون طفل متعلم بالمستقبل أو إنسان منتج بهمنا يعني بنية صحيحة غذائية صحيحة ورعاية صحيحة منذ الطفولة. ممتاز. نعم. يعني احنا بدنا نتمنى لك كل التوفيق دكتورة إيمان. شكراً كثير. الحسين بصراحة يعني ما شاء الله عليك، مشاركة بالعديد كثير. نشيطة بالعديد من اللجان ومشاركة بالعديد من اللجان المهتمة بدعم وتمكين المرأة، فأكيد انت بتستاهلي انك تكوني كأفضل امرأة بين 76 امرأة من حول شكراً. العالم. شكراً لك كل شكراً كثير لك والتوفيق لكم جميعا. نعم لنسائنا ولشبابنا من اجل خدمة هذا البلد. اكيد. الله يخليكي. شكرا لك. شكرا لك. بعد الفاصل رح نكون مع رندا ومؤسسة رهف للتطوير وفعالية حنا نايت، خلينا نعرف أكثر عنها بعد الفاصل، خليكم معنا.